مشاهدينا في صباح الخير يا كويت، وصلنا وياكم إلى فقرة يوم الأحد اللي عودناكم عليها، فقرة التغذية مع الدكتورة أمل زكريا الأنصاري، وهي عضو دولي في هيئة الغذاء البيولوجي في ألمانيا وعضو مجلس إدارة جمعية الطب البديل. راح تكلمنا اليوم عن حديث صيام الأطفال وتغذيتهم، خاصة أن أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل. وكل عام وأنت بخير وصباح الخير. طيبة يا ربي، والمشاهدين جميعا بخير إن شاء الله، ومبارك عليكم الشهر مقدما. الله لا في أحد قبل هذا يمديك أحد الأسبوع الجاي، ما راح يكون رمضان إن شاء الله على خير. خلينا نتكلم عن الصيام، إحنا اليوم نتكلم خصوصا عند الأطفال. إيه تفضلي. إيه طبعا، مثل ما نعرف إن الحين الأطفال يحبون التقليد، تلاقين الطفل يحب يقلد الأبو والأم، وإحنا نبنصوم مثلكم. أنا أفضل إنه يبتدي تعليم الأطفال الصيام من عمر 7 سنين مو أقل، أو وطبعا أسميه أنا الصيام 7 سنين مثل ما يسمونه في كل مكان صيام العصافير. اللي هو نصومهم لين الظهر، نغديهم، بعدين نقول لهم لازم تصومون إلى حزة المغرب، كتعليم كتدريب، هذه في البداية. نعم. بس أنا طبعا 10 سنين خلص لازم نبتدي إن احنا نعلمه ويتأقلم على إنه لازم يصوم مع اليوم الأهل كامل. إذا كان يقدر، ما في أمراض يعني. طبعا نقول حق الأم والأبو رجاء أول شيء ما تغصبونا على نوعية الأكل اللي هي على هواكم أنتو، ممكن تشوفون هو شنو يحب وتسوونه، أو اللي أنتو تسوونه تحاولون، لو ما قدرتوا يعني لو ما قدرت الأم أنها تسوي أكثر من صنف، فإذا إحنا محتاجين إلى حيل ندخلها يعني داخل هذه يعني هذه الأغذية، بحيث أن جسمه يستفيد. طبعا مثل ما نعرف أن الأطفال وقت الصيام يحسون بتعب بإرهاق، خصوصا في البداية تتسكر شهيتهم، إحنا محتاجين إلى أن إحنا نعرف شنو نوعية الأغذية اللي يحتاجها الطفل. أول شيء أقول أن تأخير السحور وايد مهم بالنسبة للطفل، تأخير السحور ومنع الأغذية اللي تحتوي على دهون، مشروبات غازية، تحتوي على أي شيء تحتوي على كربوهيدرات عالية، لأن هذه بسرعة راح ترفع السكر، تنزله بعدين يعني يهبط، فممكن يصير عنده هبوط في اليوم اللي هو صايم فيه. هذا صحيح. وبعدين بالإضافة لأنه ما نسمح لأنه هو يطلع يلعب برا فترة بعد العصر، قبل المغرب ساعات منهم يحبون يطلعون برا ويلعبون مع العرق ومع الحر، وبالتالي يعطش، وهذا ممكن يزيد التعب عنده. في وايد مهارات ممكن احنا نعود عليها، قراءة القصص، ورق غص ولزق، يعني اي مهارات ممكن الابو او الام او حتى نعطيه اياه هو، اذا كانت الام مشغوله في المطبخ ممكن نعوده انه هو يلعب فيهم. احنا الحين اهم شيء ان الامهات اللي يعني وايد اسئله ان شلون ادخل الاغذيه المهمه حق عيالي، الاغذيه الصحيه، اذا كانوا طول يعني طول السنه ما ياخذون اغذيه صحيه، بس هم محتاجين الى طاقه والى قوه تساعدهم على تأدية الصيام. صحيح. والعبادات في شهر رمضان. نعم. احنا الحين قدامنا انواع من الأغذية عشان ما يسرقنا الوقت مثل كل مرة. لا، الحلقة اللي طافت عطيناك وقت حلو والموضوع كان حلو بعد. انا اقول حق الام سواء كان فترة الفطور او السحور، الفطور ياكل كل شيء، تركي ياكل طول اليوم. نعم. طول من الفطور الى السحور تركي، عطيه اطلقي له العنان انه ياكل اللي هو يبي اللي يبي، بس نقول انه بندخل الأغذية الصحية. احنا مثل عندنا من اكثر الاشياء اللي يحبها الأطفال البيتزا. صحيح. البيتزا هذه صناعة في البيت، طبعا سويناها. العجينة العادة نحط شنو في مع العين عشان نخلطه؟ نحط ماي. صح. عشان احنا لا، احنا نبي الأطفال اللي ما يحبون القرع ولا يحبون الجزر ولا يحبون الخضروات، لازم ندخل خضروات وفواكه وبروتينات وكربو، ندخل كل بطريقة تمويهية الغذائية. علشان يعني يرضى فيها. نعم، نطبخ القرع مع الجزر إلى أن يبقى شوية ماي فيه، بالأخير نخلطه بالخلاط، نعين فيه العين. وبعدين نسوي. يعني مو تحطين الجزر نفسه ولا هذا، لا نطبخه شويه، منقوع الماي نفسه يعني. اي الماي مع الجزر نفسه مع القرع بالخلاطه يصير يطلع شويه ماي خفيف. وبالاخير كان ناخذه كله نخلطه مع العجين، نحطها تحت، وبالتالي نحط شغلاتنا اللي احنا نبيها. نعم. طبعا عندنا الاطفال اكثر شيء يحبونه الهمبرجر. صح. يعني الهمبرجر مع البطاط، انا اقول حق ربات البيوت ارجوكم لما تسوون بطاط مقلي، طبعا الام بعد ما تقطع البطاط تمسح ايدينها بزيت زيتون،
وبعدين تخلطها بيدينها، تحطها تفرشها بالفرن وتسوي اللي هي ما نبي دهون وايد، ونبي ان احنا ما نقطع ما نشيل القشرة، لان القشرة تكلمنا في حلقة من الحلقات منية ان قشر البطاط يحتوي على مادة اسمها الكلوروجونيك، هذه وايد مهمة تمتص كل السموم اللي موجودة بالجسم بالإضافة إلى الألياف اللي تحتويها، وبالتالي تشيل كل شيء ضار داخل الجسم بالإضافة إلى الفوائد العالية الخاصة. طبعا يعني يشونه ما يقلونه الحين البطاطا، عيالنا ما يحبون بشوي، عيالنا ما يحبون الخضروات. نادر تلقين طفل يقول لك اي والله انا احب الكوسه، احب القرع، احب الكنوا، احب الشوفان. فاحنا شو سوينا؟ احنا خذينا شويه لحم، او تبي الام شويه دياي مطحون، شويه قمنا ضفنا له هذا الهمبرجر، ترى يمكن كميه يمكن 10% بس لحم، وبالتالي الباجي كنوا، شوفان، فاصوليا حمراء، حطينا كل البقوليات، كل الخضروات، وحطينا الأوريغانو، حطينا الزعتر، حطينا الملح البحري، حطينا الذرة، حطينا كل شيء مفيد، وبالأخير بعد ما طحناه سوينا أقراص، حطيناه شوية بالثلاجة، وبعدين قليناه وحطيناه. شنو هذا؟ هذا همبرجر لحم، بس شوية يمكن شكله متغير عشان الوقت بس. وهذا بالنسبة لش اسمه أكثر شراب يحبونه شنو على الفطور عيالنا؟ هذا هو الفيمتو، اللي هو شراب الفيمتو. التوت الفيمتو أقول حق الأم الحين قاعد الفيمتو نكهة لون كذا، نقول حق الأم ليش ما تسوين فيمتو عندش طبيعي وألذ من الفيمتو بدون ما يدرون عيالك. يبي جدر وحطي فيه الكركديه، كلنا نعرف الكركديه، الكركديه الأحمر، حطي كركديه، حطي بابونج، وحطي من الفواكه المجففة، مو المجففة، أنا أدري في فواكه مجففة حطيت منها، اللي هو اللي عندنا المانجا المجفف، عندنا الفراولة المجفف، عندنا الكرز المجفف، كل هذا راح يكون مع الكركديه. لما يصير عندك قشور برتقال، قشور تفاح، لا تقطينها، قطعيها خليها تنشف، وبالتالي وخصوصا قشور البرتقال خليها تنشف، راح تصير كذي يابسة، وبالتالي أخذي كذي قبضة اليد وقطيها مع هالأشياء هذه، وحطي تقريبا جلاس او جلاسين او جلاس، تقريبا جلاس ونص من سكر الفركتوز اللي هو امتصاصه بطيء داخل الجسم، وبالتالي خلي لما يعقد شويه، بعدين راح يصير لونه وايد احمر وطعمه لذيذ. ممكن تحطين الاناناس، ماي الاناناس بدال الماي العادي، تحطين ماي الفواكه، وبالتالي تخلينه لين يصير يعني يعقد، وبعدين تحطينه في مثل الفيبتو كل يوم، تحطين شويه بالجلاس مع زياده ماي، وشمي ريحته منيا. هو اللون يعني صار اللون نفس اللون بس، وطعم اجمل واحلى من العصير الفيمتو العادي. اي والله احلى وايد، شفتي شلون؟ فاذا ايضا عندنا هذا نقدر نستغني فيه عن الفيمتو العادي، وبالتالي ممكن يضيف يعني، وهم طعمه حلو وايد يعني جداً، اللي يحب الشكر جداً، هناك اوريدي في شكر فيه، كله فواكه. وبعدين عندنا على فكره، انا هذه الحبوب المستنبته اللي دائما انادي ان هي فيها اكثر من 500% او اكثر من 900% فيتامين عن الحبوب العادية. هذا الماش، هذا بعد حطيناه مع اللي هو الهمبرجر اللي احنا سويناه. ايضا من الاشياء اللي ممكن نخدع فيها عيالنا، واللي ما يحبون الكوسه والكوسه الجزر، ان احنا نقول ممكن نسوي طريقه وايد حلوه للي يحبون الجاتو، يحبون الكيك. هذا الكيك، وطبعا هني على فكره قبل أن ادخل، ذاقوه هني وايد عجبه وطعمه لذيذ جدا. عبد الرضا زميلنا تحياتنا له، لانه كان هو تدرين على الكيك علاقته شلون، فقال لازم اذوقها قبل الهواء، فاخذ قطعه قطعه منها، قال وايد طيبه، بس ترى ما تعرف على مكوناتها، يعني هو ذاقها وقال ان فعلا الكيكه وايد حلوه، بس ما قدر يعرف شنو مكوناتها. مكوناتها كوسه وقرع، كوسه وجزر. فاذا احنا بدال ما نحط بعد ما نسوي نخلط الكيكه مالتنا اللي هو الطحين الاسمر مع الطحين الابيض، نخلط شويه عشان تقدر تنفش، نحط السكر الطبيعي او العسل، وانا افضل العسل. حطينا كميه كبيره من الكوسه وكميه كبيره من الجزر اللي خدعنا فيها عبد الرضا، وقال ان هذه ما شاء الله يعني لذيذه، واستغرب من طعمها. نقدر نعطيها عيالنا، واحنا نضمن انهم راح ياخذون البيتا كاروتين اللي موجود
وهذا اللي فوقه فستق. هذا مو فستق، هذا اللي مطحون مو فستق، ولكن هو بذور القرع الاخضر طحناه ورشيناه كخدعة انه هو فستق، ولكن بالتالي اعطينا الزنج. هذه الكيكه كلها خدع. كلها خدع، بس انها لذيذه، خدعه لذيذه. وصراحه اعطينا عيالنا كميه كبيره من الزنك والبيتا كاروتين وسكر الفركتوز اللي هو العسل الطبيعي، وعطيناهم وايد فيتامين موجود داخل هذا. عندنا هني بعد شيء لذيذ يحبونه وايد عيالنا اللي هو الايس كريم. هذا ايس كريم ايش سوينا؟ هذا طبعا الشوكليت طعمه وايد لذيذ، بدال الشكر لان لونه كذي ما اقدر احطه مع الفراوله. صح. ولكن يبتمر نقعته بشويه ماي، وبالاخير بعد ما اخذت اللون والماده السكريه اللي فيه وصفيته، بالتالي خلطته طبعا مع الحليب ومع كذا طبعا الطول لانه فيه وايد عناصر غذائيه. هذا طبعا الفراوله حطيت التوت مع الشمندر. ايه حطيت شمندر مع توت اللون، والفائده علشان أكيد. الحديد عشان ايضا البوتاسيوم والمغنيسيوم، وحطيته مع التوت، وبالتالي هم سويته بنفس الطريقه وحطيته. والسكر والسكر اللي فيه هو عسل طبيعي. ايضا عندنا هذا اللي هو الايس كريم الفستق، طبعا حطيت فيه بذور القرع وحطيت فيه فستق ايضا، وسوينا خدعه بعد اليوم اكلنا كلها خدع بخدع. وصراحه طعمه لذيذ، وايس كريم نوع اللي يحبونه لكن غني غنى مو طبيعي بالعناصر الغذائيه. عيالنا يحبون النوتيلا، بدال ما احب على السحور وهم قاعدين او بعد الفطور في الغبقه، حطيت لهم النوتيلا مع التوست الاسمر مع زبده الفول السوداني. طبعا دسمه وايد هذه. لا ابدا، يمكن اللي الدسم يمكن النوتيلا اللي يحبونه الاطفال، ولكن زبده الفول السوداني جدا غنيه بالعناصر الغذائيه. صحيح. ومفيده، يمكن احنا نقول كذي لكن هي وايد مهمه لذكاء الاطفال، وتعطيهم بروتين جيد للعضلات. ذكرتيها في احدى الحلقات لما كنت تتكلمين عن الوظائف الذهنيه والذاكره وهذا. نعم زبده الفول السوداني. صحيح. عندنا طبعا هذا الأطفال يحبونه، الذرة ترى وايد مفيد. في معلومة قبل لا يخلص الوقت أبي أقولها، اتصلت فيني أم كانت تقول لي أنا الحين ولدي قصير، وأنا الحين ولدي يبي صوم، وأخاف أن هذا يأثر على هرمونات النمو عنده، أخاف يصير عنده نقص يعني وايد من العناصر الغذائية. أحب أقول لك وأحب أقول للمشاهدين أن العلماء انصدموا من معلومة عجيبة اللي هي أثناء الصيام، لقوا أن الصيام 16 ساعة باليوم خصوصا للأطفال اللي قاعدين يصومون أو المراهقين، الصيام يحفز هرمون النمو. سبحان الله، صيام انخفاض السكر، انخفاض السكر لمدة 16 ساعة اللي هو الصيام يحفز هرمون النمو عند الأطفال، وبالتالي يكون الطول طبيعي والنمو عندهم طبيعي. وهذا اللي قاعد أقولنا، يمكن عشان كذي الله سبحانه وتعالى الإنسان لما ينام دائما يقولون إن ما يشتغل هرمون النمو إلا فترة النوم اللي هو فترة الليل. نعم. من إلى الفترة الليلية هذه اللي الواحد ينام، لما ينام الإنسان شو يصير؟ ماكو أكل، ينخفض السكر. صحيح. يبتدي يشتغل هرمون النمو عنده. نعم. فهذه معلومة أصدمت الناس كلها صراحة. توقعوا أن هذا ممكن يأثر. أقول حق الأم اللي ولدها يعاني من الحين، يعني باقي فترة بسيطة على رمضان، الولد اللي يعاني من نقص الحديد، يعاني من نقص المعادن، تغذيته مو زينة، ما في مشكلة لو راح عند الدكتور وطلب منه فيه هو الحلاوة الصغير اللي على شكل دب. اي صحيح. اللي هو المالتي فيتامين أو المالتي مينرال، تسأله هو المفروض أنه 3 حبات باليوم، أعطيه حبة واحدة. ما راح تسوي شيء كنا ماكل وجبة من الوجبة. صحيح. من الحين أعطي المالتي فيتامين، إذا عنده نقص حديد حاولي تعطينا حبة الحديد استعدادا تهيئينه إلى أنه للشهر. يكون إيه نعم. نعم. يكون أنه هو جسمه قوي وجسمه مستعد. يلا باقي لنا دقيقة نقول لا تنسون الحليب الفراولة، ترى هذا حطوا كم من الفراولة. وحطوا حليب اللوز أو حليب الجوز أو حليب أي أنواع الحليب، الألموند اللي هو اللوز، وحطوا عسل طبيعي. نعم. وخلطوا خلوا يشربونه مع أثناء بالغبقة. أتوقع هذا بعد حد هم ثقيل يمكن يشبعهم لفترة طويلة. يشبعهم يعني. هو أهم شيء تعطونهم شيء فيه ألياف. صحيح. شيء فيه سكريات امتصاصها بطيء بالليل. أخروا السحور على قد ما تقدرون. صحيح. بالنسبة للأطفال.
نعم، شكرا جزيلا. ومشكورين على حسن الاستماع، الله يعطيكم العافيه. شو اسوي؟ الله يسلمك وحياك الله. شكرا جزيلا للدكتوره امل الانصاري. ونرد نقول لك كل عام وانتي بخير ان شاء الله. نبي نصايح الاسبوع الجاي تكون، لان قرب رمضان فنبيها تكون ايضا متعلقه في نفس الموضوع. ان شاء الله. شكرا لكم. وشكرا لكم كذلك مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه. نترككم مع بقيه برامج تلفزيون الكويت. لكم اجمل تحيه من طاقم برنامج صباح الخير يا كويت. مع السلامه.